ذات الشمس معي أنا أماني. في نساء بيملكوا القدرة على أنهم يعطوا قيمة حقيقية لكل شيء بيعملوه. هاي الشريحة من النساء موجودة بكل مكان، وبمدينة دير الزور كانت السيدة لبيبة حسني الدخيل واحدة من هدول النساء يلي فتحت أبواب المدارس بوش نساء دير الزور وبناته. انولدت لبيبة حسني الدخيل سنة 1915 بمدينة الميادين، وبسبب شغل أبوها كمدير للمال تنقلت العيلة بعدة مناطق منها راس العين. وببداية حياتها وخلال طفولتها كان تميزها واضح. بعد راس العين انتقلت عائلة لبيبة لحلب، وبحلب حصلت لبيبة على الشهادة الابتدائية بتفوق سنة 1926، وكانت أول شهادة ابتدائية بتنمنح بسوريا. تابعت لبيبة التعليم لتحصل على أول أهلية تعليم ابتدائي بتنمنح بسوريا سنة 1932، وطبعاً تعرضت العائلة لكتير من الضغوط الاجتماعية لمنع لبيبة من متابعة تعليمها، بس هي الضغوط تواجهت بالرفض من قبل العائلة. وبسنة 1937 رجعت العائلة لمدينتها دير الزور. وبدير الزور تزوجت لبيبة المهندس عبد القادر فرحان الفياض، واحد من أبناء المدينة المنفتحين والمتنورين يلي دعمها ووقف معها. بلشت لبيبة مشوارها بإدارة مدرسة البنات الوحيدة بالمحافظة واللي تسمت بعدين مدرسة فاطمة الزهراء، وكان عدد الطلاب بوقتها 60 طالبة بكل المدرسة. وهون بلش المجهود الحقيقي للبيبة يلي صارت تتواصل مع كل الشرائح الاجتماعية وتحكي مع العوائل مشان يبعتوا بناتهم على المدارس، وبنفس الوقت كانت تحكي مع بنات المدينة وتقنعهم مشان يكملوا تعليمهم. وبسبب مكانتها الاجتماعية وثقة الناس فيها صار عندها بالسنة الثانية 60 طالبة بالصف الأول بس. بعدها ساعت لبيبة لافتتاح مدارس تانية مثل مدرسة الخنساء ومدرسة خديجة الكبرى ومدرسة خولة بنت الأزور ومدرسة غرناطة، وكانت وقتها لبيبة الوحيدة اللي بتحمل شهادة أهلها لتدريس المرحلة الإعدادية. وقتها فكرت تفتح صفوف بعد الصف السادس للبنات، بس وزارة التربية رفضت هالشي بسبب عدم وجود معلمات مؤهلات للتدريس، فعرضت لبيبة إنها تدرس كل المواد بنفسها بالإضافة لمهمة الإدارة. وهون تم افتتاح إكمالية البنات، وهذا الإنجاز يعتبر خطوة جبارة بالنسبة للي عاشوا هديك المرحلة من نساء دير الزور، وتخرجت أول دفعة سنة 1948 وصاروا خريجات الدفعة معلمات. من المواقف الطريفة بحياة لبيبة وقت وزير المعارف ساطع الحصري سألها عن غايتها من افتتاح الإكمالية، فجاوبته بأنه لو الموضوع بإيدها لكانت فتحت جامعة بدير الزور مو بس إكمالية. وبعد الإكمالية طالبت لبيبة بافتتاح دار للمعلمات، وتم هالشي سنة 1955 وتخرجت الدفعة الأولى سنة 1957. وبسنة 1959 قدرت لبيبة تفتح صف عاشر للبنات. وقت صار عمر لبيبة 44 سنة وحست إن أدت رسالتها بنشر العلم بمدينة دير الزور، قررت إنها تتقاعد وتتوجه للعمل التطوعي، فأسست مع مجموعة من تلميذاتها جمعية المرأة العربية سنة 1960، وكان من أنشطة افتتاح روضة للأطفال باسم بيت الطفل تستقبل أطفال الأيتام والفقراء مجاناً. كمان افتتحت صفوف لمحو الأمية ودورات لتعليم الخياطة والتطريز بالمدينة والريف، كل هذا الشيء كان مجاني بالإضافة لمساعدة الأسر الفقيرة ودعمهم مادياً. كانت لبيبة كمان أول من طالب بشكل رسمي بافتتاح جامعة بالدير، بمذكرة قدمتها لرئاسة الجمهورية من خلال جمعية المرأة العربية. ومع هالمسيرة العظيمة ما منبالغ إذا قلنا إنه جيل كامل من نساء دير الزور بيحملوا فضل لبيبة حسني عليهم يلي فتحت لهم أبواب العلم والتعليم. هي المسيرة بتخلينا نحمل مسؤولية الحديث عن إنجازات بنت الشمس السورية لبيبة حسني الدخيل. بنات الشمس
معي أنا أماني.